والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياءهم والأموات إنك مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وجازهم إلهنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا